انا مش قلت لك ما تتعبيش نفسك؟ امال فين زينب؟ زينب نام. وانت يا حبيبي مش هتنام؟ الساعه بقت 12 ونص. انا هخلص المذاكره اللي في ايدي وهحسنك على طول. طب ما تاخرش، تصبح على خير. وانت بخير. أنا مصلح. أيوة يا محمود بيه، أنا هو مصلح. ممكن أدخل؟ تعال تعال. يا ساتر. إيه حكايتك؟ إيه اللي عامل فيك كده مصلح؟ الزمن والناس. سكن أمرا بصحيح. طب تعال معايا على المكتب. أصل أنا كنت فايت من هنا، قلت عدى أسلم. إزيك يا محمود بيه؟ يا ترى لسه فاكرني؟ أنت اللي كنت بتلف ورايا المدة دي كلها؟ أيوة يا بيه أنا. ليه؟ أصل كنت خايف ما تعرفنيش. 10 سنين يا محمود بيه عمر. اللي أنت برضك لسك عازب يا محمود بيه؟ اتجوزت. أحسن برضو. وخلفت يا محمود بيه؟ لسه مصلحي. أنت بتدور على حاجة؟ لا يا بيه ما بدورش. أنا بس أصلي خرمان، سجايري خلصت. أنا إيش معاك سجارة؟ وكمان مستوردة؟ من يوم ما اتعلمت شرب المدعوق ده وهو معلق في نافوخي. تقولش اتفطمت عليه. وإيه أخبار البلد والناس اللي فيها؟ ماتت. يا مين اللي ماتت؟ عطيات مرات يا بيه. إمتى؟ من 40 يوم بس. أنا يا دوبك عملت 40 بتاعها وجيت. خلاص. ما عدليش حاجة في البلد يا محمود بيه. الباقية في حياتك يا مصلحي. سحبت بنتي في ايدي وجيت. بنتك؟ ايوه بنتي يا محمود بيه. بنتي طبعا. امال بنتي مين يعني؟ انت كنت خلفت؟ طبعا خلفت. انت نسيت يا محمود بيه ولا ما كنتش عارف؟ مع اني كنت فاكرك عارف. شوف ازاي. لكن لا لا. انت مشيت قبل داليا ما تتولد بست شهور. بالظبط كده. انت مشيت في اغسطس.
وداليا اتولدت في فبراير. بالظبط كده. شوف انا حافظ التواريخ ازاي يا محمود بيه. 6 شهور. هما 6 ولا 5 يا محمود بيه؟ مش عرفت. كنت فاكرك عارف. اصل مراتي عطيات ما كانتش بتخلف. قعدت 5 سنين ما تخلفش، لكن انت جيت من هنا وهي حبلت من هنا. الا قول لي يا ابو حنفي، الاموره اللي كانت معاك النهارده في النادي مراتك ولا؟ شوف يا مصلحي، يظهر ان موت مراتك اثر فيك اكتر من اللازم، بس مش معنى كده انك تنسى نفسك للدرجه دي، انت فاهم؟ معلش يا محمود بيه انا اسف، ده بس من العشم. ده احنا ياما اكلنا سوا عيش وملح. ولا نسيت الايام دي يا محمود بيه؟ ما نسيتش يا مصلحي، وعشان كده انت لسه معايا هنا دلوقتي. تقدر تفهمني واحده واحده ايه الحكايه بالظبط، وايه اللي بتلف وتدور عايز تقوله؟ ابدا يا محمود بيه ابدا. الحكايه ان انا كنت فايت من هنا، قلت عدى اسلم. اسمع يا جدع، انت بطل شغل الاستهبال ده بقى وفوق بقى. بعد السنين دي كلها جاي تلف ورايا وتتجسس عليا في كل حته، وبعدين تنط لي في نص الليل عشان تقول لي كلام فارغ بالشكل ده؟ ماتت حبلت ولدت، انت عايز ايه بالظبط؟ اقتلك، بس مش دلوقتي. ثم انا لو قتلتك هستفيد ايه؟ انت اتجننت، وانا صبرت عليك اكتر من اللازم. امشي، اطلع بره. انت هتمشي ولا احطك في السجن؟ ما تقدرش يا محمود يا رفعت. لان بنتك الوحيده معايا. بنتي؟ مش ده خطك؟ حبيبتي، هذا آخر خطاب مني، وليكتب الله لك السعادة مع زوجك ذو القلب الطيب وطفلك المنتظر. مش ده خطك؟ مش خطي طبعا. اتفضل اطلع بره، بلاش كلام فارغ. انت بتطردني يا محمود بيه؟ بتطردني من بيتك؟ ده انا كنت فاتح لك بيتي في اي وقت، ده انا كنت بعاملك زي اخويا واكتر. اعمل لك ايه يا مصري؟ انا مقدر موقفك طبعا، بس اللي بتقوله ده شيء خطير جدا. ايه اللي يخليك فجاه تشك في نفسك وفي مراتك وفي بنتك عشان حته ورقه ملهاش اي قيمه؟ اشك؟ يا ريت يا محمود بيه، يا ريت الحكايه كانت شك وبس. اللي انا الوحيد اللي في الدنيا الواسعه دي كلها اللي مش ممكن ابقى ابوها. ليه مش ممكن؟ تصور، فضلت 10 سنين فاكر انها بنتي، كنت بحبها اكتر من نفسي، اديتها كل حاجه، كل اللي ممكن يديه اب لبنته واكتر، لحد ما اكتشفت الورقه دي بالصدفه. ساعتها الفار لعب في قلبي وجهنم طاقت في دماغي. جريت على الدكاتره، عملت تحليل تاني وتالت ورابع. لو كان واحد منهم بس قال لي اني كان ممكن اخلف. تصور انك تصحى في يوم تلاقيك مش انت، وتكتشف فجاه انك كنت عايش في كدبه، وان بنتك الوحيده مش بنتك، عدوتك، بتكرهك، الشاهد الوحيد على عجزك. انت جايز تكون فعلا في موقف صعب، بس انا ايه المطلوب مني؟ انت اللي كنت بتزورنا على طول، وانا كنت مأمنك وبعتبرك اخويا وصاحبي، وكنت بثق فيك وفي الدنيا كلها. طب مش معنى انا اللي اخترتني؟ ما انت كنت فاتح بيتك نادي لكل اصحابك، جعفر ابو دومه مأمور المركز، ومجدي عبد الخالق المهندس الزراعي، والاستاذ خشابي نظر المدرسه، وغيرهم وغيرهم. يعني ايه؟ يعني لولا تقدير لظروفك وللصداقه اللي كانت بينا، ما كنتش سمحت للموقف انه اتطور بالشكل ده. امال مين؟
طب والجواب؟ جواب ايه وغيره ايه يا راجل يا خرفان انت؟ مش عرفك انه مبعوت لمراتك؟ ده لا في اسم ولا توقيع. يعني ممكن يكون مبعوت لاي حد تاني غير مراتك. ممكن يكون دخل بيتكم غلط. مصر، اذا احتجت اي حاجه انا موجود. بالمناسبه انت ساكن فين؟ في لوكاندة السعاده بالعتبه الخضراء. بعد نص الليل؟ ليه؟ هو مفيش صبح؟ أصله كان صاحبي زمان. انتوا صوتكوا كان عالي قوي، انتوا كنتوا بتتخانقوا؟ لا أبدا، أصل مراته ماتت قريب وسابت له بنت عامله له مشكلة في حياته.